هذا وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن دولة الإمارات تستعد لاستقبال العالم نهاية الشهر الجاري في مؤتمر الأطراف كوب 28 في ظل الحراك الحاصل بسبب ملف التغيرات المناخية والذي أصبح يؤرق العالم من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية لخدمة البشرية. اليوم احنا سعيدين بتنظيم مؤتمر المناخ التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة في الدول العربية بالشراكة مع الجمعية العربية الاقتصادية. طبعا هذا المؤتمر مهم في ضوء الحراك اللي حاصل في دولة الإمارات لتنظيم مؤتمر الأطراف كوب 28. طبعا هذا موضوع مهم، موضوع عالمي في شراكة عالمية بشكل كبير. دولة الإمارات اليوم تحتضن هذا الحراك العالمي للوصول إلى نتائج إيجابية إن شاء الله تخدم البشرية في الفترة القادمة. المهم في الموضوع هذا هو الشراكة وعملية الشراكة في المؤتمر هذا، تنعكس هذه الشراكة بشكل واضح مع المؤسسات الأكاديمية. عدد كثير من الأوراق العلمية تم تقديمها في هذا المؤتمر وعدد من الباحثين للخروج بأفكار وتوصيات من شأنها دعم عجلة التطور في مسألة مواجهة التغير المناخي وتأثيراته على التنمية في المستقبل.